بمناسبة اليوم العالمي للشباب 12 غشت 2014، وفي حفل متميز بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الاتصال إبراهيم الشعبي وفنانين مرموقين كسهام أسيف، يونس فخار، حميد الحضري وجمال ونور الدين، وبحضور شخصيات سياسية وثقافية، أعطيت انطلاقة قناة زوم 7 الإلكترونية. أعتقد أن هذا الافتتاح، افتتاح قناة زوم 7 تيفي، افتتاح أتمناه أن يبقى افتتاحا دائما، وأن لا أن يكون هناك اختتام، لأن رأيت مجموعة من الشابات من الشباب الطموحين الذين يسعون إلى تقديم عمل تلفزي متميز. صحيح البدايات دائما تكون صعبة، ولكن من البدايات نتعلم، وهذه البدايات تدفعنا إن شاء الله إلى المزيد من النجاحات، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في عملكم. العمل التلفزي السمعي البصري ليس سهلا، ولكن طموحكم واجتهاداتكم ومهنيتكم وجدياتكم إن شاء الله ستتفوقون إن شاء الله في المستقبل. ستبث القناة برامجها عبر الشبكة العنكبوتية انطلاقا من مدينة طنجة. سنعمل على إسماء صوت الشباب من خلال برامج متنوعة هادفة وتغطية الأحداث على مستوى مدينة البوغاز ليشمل فيما بعد كل التراب الوطني. أنا كيف ما شفت كاين واحد المسؤولية عند الجميع، يعني أفراد الطاقم عندهم واحد الحب لهذا العمل اللي قاموا به، عندهم واحد، لأنه هذه بادرة طيبة جدا. بصراحة أنا كنشجعكم من كل قلبي، أنا ربما ما سمعتش عليها قبل، ولكن حضرت معكم اليوم، مفتخرة بزاف كوني حاضرة معكم اليوم. حاسة أنه دابا أنا فرد من أفراد هذا الطاقم هذا، بكون أنني عايشة في طنجة، فغادي يكون يعني بصدر رحب ممكن نتعاون مع هذه القناة، ممكن مثلا نمد يد المساعدة المالا، ربما هي ممكن تمد لي يد المساعدة المالا بحكم ثاني أنا فنانة هنا في طنجة وعندي شركة إنتاج، ونقدروا أن نتعاملوا في مجموعة من الأشياء اللي تساعد في بلورة هذه القناة هذه. وأنا متأكدة انه هذه البدايه هذه ان شاء الله، انا دائما عندي ان سيزيام سونس، يعني واحد الحساسات كتقول انه هذه القناه ان شاء الله غادي يكون عندها واحد الاقبال جماهيري كثير. دكتور اذا كان ممكن عافاك نعمل معك شي دويره. والله يا اخي مرحبا، ميرسي. عافاك دكتور، انا شفت ديك السيد كيضرب راسه بالبلغه، ياك لاباس؟ هذاك المسكين كان كيبغي واحد السيده ومجوج شي بيعه. ومن الحب ما قاتل. اسمح لي دكتور، شفت هذاك كيضرب راسه مع الحيط؟ هذاك هو اللي جوج بيعه. اولا وقبل كل شيء كنتشرف انني كنتواجد معكم في هذا الافتتاح، واللي هو كنشوفوا انه نهار مبارك مسعود، لانني كنشوف شي حاجه اللي قليل فيك تشوفها هنايا في هذه المدينه. قناه زوم 7 اللي تبارك الله خذا يعني عطات واحد الصدى في هذه المدينه، واولا نقدروا نقولوا في يعني في شمال المغرب كذلك بصفه عامه. كنشكر على الطاقم الساهر على هذه القناه هذه، لانها قناه رائعه جدا جدا ومتميزه بجميع المقاييس، وكنتمنى ان شاء الله سبقنا حنا خدمنا مع هاد الناس هادو وتبارك الله عليهم، عندهم كفاءات عاليه، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي يكون عندنا نصيب اننا نخدموا مع هاد الناس، نزيدوا نخدموا ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله يا ربي. طاقم القناه يتشكل من شباب واعد طموح يهدف الى خلق منبر اعلامي متطبع بالصدق والحياديه، اعلام يجمع ولا يفرق، قانونه الشغف، احترام المبادئ الفكريه والعقائديه والوطنيه.